يقول دكتور أحمد وهبان رئيس جامعة الإسكندرية: وإنهم اغتالوا مفكرين قتلوا فينا مساحات حرة للشعر والأدب والحياة. ولهذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم بيكون عن تأثير الأدب في تغيير السلوك الإنساني. إذن موضوع جميل وأيضا مقولة جميلة هي ممكن أن نفتتح بها هذه الحلقة من بودكاست تلفزيون حضرموت. وبداية كما هي العادة نرحب بالمشاهدين الكرام عبر شاشة تلفزيون حضرموت في حلقة جديدة من برنامج بودكاست تلفزيون حضرموت، وهذه الحلقة سنتحدث عن الأدب وتأثيره في تغيير السلوك الإنساني. ضيفة هذه الحلقة نور الهدى بشراحيل، كاتبة وروائية. نور، أنت ابتديت بهذه المقولة الأدبية، وهناك في الحقيقة الكثير من المقولات، الكثير أيضا من الأشياء التي خلدت الأدب. لو حكينا عن تاريخ الأدب إيش ممكن نقول؟ طبعا الأدب زي ما نعرف أنه ما له بداية. الأدب بدأ ببداية الإنسان، مجرد ما أنه الشخص يتحدث عن عاطفته، مجرد ما أنه يتحدث عن ما يختلج شعوره، هذا هو أدب، ولكن يختلف من عصر إلى آخر. ربما اللي الآن نحن نتدارسه ونتداوله بيننا البين اللي هو الأدب ما قبل عصر صدر الإسلام، اللي هو في العصر الجاهلي. الأدب في هذه الحقبة بدأ يعني مزدهرا، ازدهر أكثر، وصلنا أكثر. يعني الأداب ربما اللي قبل ما وصلت لنا بنفس العنفوان حق العصر الجاهلي، سواء من شعر، من أدب، من نثر، من قصة، تدارساتهم وكل شيء وصلنا من العصر الجاهلي، لأنه بعده جاء التغيير الإسلامي وكيف تحول الأدب من نقطة إلى نقطة. فيما بعد بدأت العصور مثل الأندلسية والأموية والعباسية، جميعها أثرت في الإنسان، جميعها حاكت العاطفة. طبعا أول ما بدأ الأدب بدأ اجتماعيا، يتحدث عن الحياة الاجتماعية، يتحدث عن الأسواق والأمسيات الشعرية التي تقام وغيرها، يعني من استرزاق الشعراء والأدباء عند الخلفاء. كانوا يقولون أشعارهم، يسترزقون أمام الخلفاء، هم يعني كأدباء وشعراء يسترزقون أمام الخلفاء. فهذه يعني هذا هو تاريخ الأدب. كان بدأ فقط لي يعني زي ما تقول كسوق عمل، كان عملهم هذا. فيما بعد تطور الأدب وصار الشخص يحكي عن نفسه، يحكي عن عاطفته، يحكي عن ما يختلج خاطرته، سواء كسب منها أو لم يكسب. يعني الآن نجد أن الجميع ربما يتحدث بطريقة أدبية، يتحدث بصورة منمقة فقط ليوصل لنا شعور. هذا التطوير في وصف حالة يعني خاصة بالإنسان. بالضبط، هذا هو نفسه يعني هو التطوير. يعني ممكن نقول أن الأدب انتقل من مرحلة لمرحلة. كان الأدب مقتصر في فترة، يعني في فترة مش دائما، فقط على استرزاق. يعني كان سوق عمل، الشخص لما يصير شاعر، لما يصير أديب، هو يكسب، يعني هذا هو مجال عمله. لكن اليوم نجد أن كل شخص عنده شعور أو يمر بموقف أو بظرف يكتبون بدون توقف. نعم، إذن هو تاريخ كبير وتاريخ طويل مثل ما ذكرتي نور، وهناك الكثير أيضا من الفوارق التي تختلف من عصر إلى آخر. طيب خلينا نتحدث عن نور ونرجع قليل إلى الوراء. علاقة نور بالأدب كيف ومتى بدأت؟ علاقتي بالأدب طويلة جدا، يعني ما أقدر أوصف لك، تقريبا أكثر من 13 سنة وأنا في هذا المجال. بدأت بقراءات، من القراءة، على ضوء القراءة، على قولتهم اقرأ أكثر تكتب. يعني وفي مقولة اللي كاتب لا أذكره يقول أن إذا قرأت أكثر من 100 كتاب أنت تكتب تلقائيا. يعني مجرد قراءاتك تتهذب لديك الملكة الكتابية. فتقريبا صار لي أكثر من 13 سنة في مجال الأدب كقارئة، وأكثر من 10 سنوات ككاتبة. علاقتي بالأدب طبعا طورت جدا، صرت ألجأ للأدب في كل شعور، في كل موقف، في كل ظرف، سواء كان إيجابي أو سلبي. يعني تلاقين نخلد اللحظة، صرت نخلد اللحظة، كأني يعني أرخت حياتي كامل، أرخت مواقفي وشعوري. الآن لما نقرأ
كتاباتي من قبل 5 أو 6 سنوات نعرف بإيش كنت نحس هذيك الفترة، بس ربما نقول يعني خلاص أشبه باليوميات بالضبط. بس نقول خلاص نحن تجاوزنا وقفزنا على هذه المرحلة. نعم. طيب أول كتاب نور إيش كان يعني اللي قرأتي أول كتاب، وعمرك كم كان بالضبط؟ تقريبا كنت على نهاية عمر 9 سنوات أو بداية 10 سنوات في هذا الحدود. أول كتاب يا سلم والله ما أذكره يعني بالتفاصيل، لأنه في البداية أساسا كنت نقرأ كتب متفرقة يعني اللي قدامي، بس ليش؟ من حرص أمي على الكتب، كانت حريصة جدا أننا ما نلمس كتبها، وزي ما تعرف الطفل عنده كل ممنوع مرغوب، يعني هي كانت حريصة لأننا يمكن أطفال أنا بمزقها، مش عارفة ربما أنه في دافع للقراءة لأنه أساسا كنت في عمر صغير جدا. فبدأت نقرأ مقتطفات من كتب، ولكن يعني اللي حذرني ربما يكون أول كتاب قرأته أروع ما قيل في الوجدانيات، مجموعة شعرية مقسمة على فصول، كل فصل يحكي قصة حبيبين مثلا قيس وليلى، مجنون ليلى، كثير عزة. هذا كثير عزة اللي وقفت عنده، كنت رحت نسأل أمي قلت لها في شاعر اسمه كثير، كنت أقرأه كثير كنت طفلة، أي ناخدها بالحرفية، قالت لي لا كثير، يعني حد الآن انطبع عندي أنه كثير لعزة، رغم أنه ما وصلنا ربما بهذاك العنفوان يعني زي مجنون ليلى قيس وليلى، حتى الأطفال الآن يعرفون عنهم. فهذا أتوقع أنه أول كتاب اللي هو أروع ما قيل في الوجدانيات. طيب أفضل روائي وأفضل شاعر بالنسبة لنور الهدى؟ طبعا أفضل روائي من ناحية السرد طبعا، شوف ما يعني ما بقدر أقول لك من بالضبط، ما بقدر نحدد لك اسم بالضبط. أروع روائي من ناحية السرد غيوم ميسو، كاتب فرنسي يصف الحالة بدقة، يعني لدرجة أنك مجرد ما تقرأ الرواية كأنك تسير في الشارع اللي هو يكتب فيه، دقيق جدا، كمية الأوراق اللي تساقطت أثناء مشيه، كمية عدد الحجار اللي مشى عليها، الرمل مساحته من فين لفين، وصف الشخص اللي يتحدث أمامه بدقة يعني كامل من وإلى، حتى موقع عيونه رموشه، عرفت كيف يعني دقيق يعني جدا، يحاول يجسد التفاصيل بالضبط، دقيق جدا. لكن من حيث الواقعية أدهم شرقاوي، أدهم شرقاوي كاتب مسلم فلسطيني في الأصل، يحكي لنا الوقائع التي نعيشها، ويعني لسيما وأنه من عصرنا هذا، يعني أدهم شرقاوي اليوم شاب مع يعني في أعمارنا تقريبا أو قريب مننا. غيوم ميسو الآن شاخ يعني صار وصل لمرحلة الشيخوخة، وتعرف لما الشخص يعني تفرق الحقبة الزمنية، يفرق التفكير، عرفت كيف؟ أيوة. أدهم شرقاوي الآن يتحدث عن واقعنا، إيش اللي نحتاجه، إيش اللي نتكلم فيه، إيش الشباب اللي يحسون فيه، وبعض المعالجات يعني ارجع لربك، سوي كذا، اشتغل على نفسك، فتلاقي أنه يخاطبنا يعني كأنه يخاطبك أنت في موقف صار لك، ليش؟ لأنه عايش أساسا في العصر هذا. نعم. طيب لو تحدثنا عن الميولات لكل أديب لكل روائي، هناك ميولات في القراءات الأدبية، إيش ميولك في القراءات الأدبية؟ هل هو الشعر أم الرواية أم تجسيد الذات أو تنمية الذات إن صح التعبير؟ نعم. شوف كقراءات نقرأ في الجميع، تمام، يعني من ناحية شعر، من ناحية رواية، من ناحية تنمية ذات. الإنسان لا يكبر على التعلم، الإنسان يحتاج كل العلوم ربما لينمي ذاته، ولكن أنا ميالة أكثر للروايات. ربما يختلف معي البعض يقول أن الروايات عبارة عن يعني زي ما تقول ضيع وقت، لكن أنا ما أشوفها كذا، يعني حتى طارق السويدان قالها بالحرف أنه قارئي الروايات ما هم إلا يعني زي ما تقول يضيعون أوقاتهم أيوة يعني فاضيين، ناس فاضيين قاعدين يقرون. بالنسبة لي لا، يعني الكتاب مجرد ما أنك تطلع منه بكلمة واحدة تضيفها لقاموسك هذا مكسب، ما في حاجة في القراءة اسمها ضياع وقت أو أنه مثلا بلا أهمية أو بلا فائدة. ناهيك عن أن الرواية تحكي مواقف، تحكي أحداث صارت، هي الأحداث هذه ما تعنيك، ولكن ربما هذا الحدث يعاودك في حياتك أو أنت تتعرض له في يوم، تكون إيش؟ تكون عرفت الإنسان هذا كيف تصرف، وهل تصرفه كان صحيح أو خاطئ، ربما تنمي عندك معرفة كيف تعامل مع هذا الحدث، يعني تنمي عندك حاجة معينة، وربما ما يصادفك هذا الحدث، ولكن تعرف كيف الناس الآخرين يفكرون، يعني بغض النظر هو الأدب أساسا يخليك تعرف كيف، يعني إذا قرأت مثلا لعربي أو قرأت لأجنبي فتعرف كيف طريقة تفكير العرب وبإيش أساسا ينظرون من جوانب بالذات في الحياة، وبنفس الوقت كيف الغرب يعني إيش الأشياء اللي هي تستهويهم، عرفت كيف؟ نعم صحيح. أي نعم. إذن الحديث سيطول في هذه الحلقة عن الأدب، عن علاقة الأدب وتأثيره في تغيير السلوك الإنساني، اللي مثل ما ذكرنا أنه موضوع الحلقة لهذا اليوم من بودكاست تلفزيون حضرموت، لكن
سنتوقف مع فاصل مشاهدينا ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في بودكاست تلفزيون حضرموت، والحديث في هذه الحلقة عن الأدب وأيضا عن علاقة الأدب وتأثيره في تغيير السلوك الإنساني. موضوع مثل ما ذكرنا نور، ودعينا نعود إليك في هذا البودكاست لنتحدث ونكمل الحديث عن الأدب وعن العلاقة بين الأدب والإنسان وتغييره في كثير من السلوكيات الحياتية، في التعامل، في أي حاجة يعني ممكن أنه يتعرض لها الإنسان. لو تحدثنا عن الارتباط ما بين الأدب والإنسان على مر العصور. طبعا الأدب هو في النهاية زي ما قلت لك جزء لا يتجزأ من الإنسان نفسه. قد البعض عنده ملكة في التعبير ويقدر يوظفه بحيث أنه مثلا يصلنا زي ما وصلنا اليوم، لكن كم آلاف كتبوا، كم آلاف شعروا، كم آلاف كانت كتاباتهم بينهم وبين نفسهم ما طلعت للعلن، عرفت كيف؟ أيوة، يعتمد فقط زي ما قلت لك على التنميق. فمن عنده ملكة في التنميق وأوصلها لنا، ومن لم تكن ماتت مع موته. الأدب كيف تطور على مر الزمان؟ زي ما قلت لك كان الشعراء والأدباء يسترزقون أمام الخلفاء فقط، لكن اليوم صار يتحدث عن تاريخ، يعني بغض النظر عن 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 المشاعر وعن العواطف وعن الأحداث اللي تحصل للإنسان، صار يتحدث عن تاريخ كل اللي أرخوا لنا احنا أشخاص وصارت معهم هذه الحادثة. يعني نحن الآن كيف مثلا بنعرف عن أحداث 30 نوفمبر؟ هذا أقرب مثال، يعني هو صحيح أنه قريب مننا، ولكن كيف عرفنا كم ماتوا؟ إيش اللي صارت؟ يعني كيف مشاعر الجيش وقتها اللي وصلها لنا؟ طبعا الأدباء، يعني صحيح. الجيوش الجنود كانوا في صفوفهم فقط، إنما الأدباء اللي عاصروا هذه الحقبة وعاشوها هم اللي أوصلوها لنا. فعلاقة الأدب بالإنسان هي عبارة عن جزء لا يتجزأ من كينونته. هو أساسا حاجة تختلجه، يعني تلاقيه تلقائيا يكتب، الأديب تلقائيا يكتب، لا يحتاج إلى بروتوكول، لا يحتاج إلى تهيئة. ربما في بعض الأشياء التي تفرض عليه يحتاج إلى تهيئة نفسية لأنه الموضوع لم يختاره، ولكن الأشياء التي تحدث معه، لو بتلاقيه جالس في باص، لو بتلاقيه يمشي في الشارع فجأة تلاقيه يقول كلام، يكتب كلام. فالأديب غالبا أساسا يمشي زي ما قال بورقة وقلم. صحيح. أيوة، ليش؟ لأنه أساسا يكتب في أي لحظة. نعم. طيب لو تحدثنا أيضا عن محاكاة الأدب للعاطفة البشرية، بعض الأدباء بعض الشعراء يجسدون مثلا حالة الغزل، في شعراء وأدباء آخرون مثلا يجسدون حالة حب الأوطان، كيف الشعور والاختلاط ما بين هذه الأمور؟ هذا يعود لطبيعة الشخص نفسه وطبيعة الموطن الذي يعيش فيه. مثلا شخص بدوي طلعته من بادية، أساسا عندهم الحالة الغزلية والحالة العاطفية هذه عيب أو ربما حرام، يعني يصل لدرجة التحريم أحيانا، حتى وإن اختلجته العاطفة لن يستطيع كتابتها، في عنده كت، يعني في عنده حد يقول له لا تقرب من هذه المسافة، عرفت كيف؟ ولكن إذا جينا للجانب الآخر، فبعض الأشخاص حتى وإن صارت معهم أحداث مأساوية أو مؤلمة يجسدها في عاطفة، يعني في النهاية يخلي نفسه كأنه يحاكي أحد، وهذا الأحد تطبطب عليه يواسي. لكن شخص من البادية يعني عيب صراحة أنه أنت تواسيني أو ما شابه. يعني يكون الإنسان ابن بيئته مثل ما بالضبط يقوله. هذا هو الإنسان ابن بيئته، يعني وهذا علاقة الأدب بالحياة، نحن أساسا من حياة، تمام، من هذه الحياة وإليها. عندك أقرب مثال علي بن الجهم. علي بن الجهم كان في بادية وراح يسترزق زي اللي يسترزقون من الشعراء، وقف أمام أمام الخلفاء، وقف أمام الخليفة، طبعا طلعوه من البادية، راح يقول له أنت كالتيس في تقويم المسار أو حاجة، أنت كالكلب في حفظ الوفاء. فالخليفة كان يقول أيهجوني أم يمدحني؟ هذه الألفاظ ما تنقال، خليفة يعني في مكان واو راقي، في ألفاظ معينة يستخدمها، قاموا قالوا له وصف معين أيضا يكون له بالضبط. فقاموا قالوا له يا خليفة الدولة، إنما هذا شخص من البادية بدوي ولا يعرف إلا هذا الأسلوب. قالهم تمام، يعني الآن بيختبرهم بس بيشوف هل الكلام اللي قالوه صح أو إنه هذا فعلا يهجوه بطريقة مغلفة. قال نحط علي في قصر لمدة 6 شهور ونشوف بعدين كيف شعره، هل يتحسن أو لا، عشان نعرف هل الشاعر فعلا ابن بيئته أو لا. حطه في قصر لمدة 6 شهور وجابه بعدين لعنده، قال له ها يا علي، يعني أشعر الآن، يلا.
قام قال: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا لي الهوى من حيث أدري ولا أدري، خليط من ماء الغامة والخمر، أرق من الشكوى وأقسى من الهجر. عرف وقتها الخليفة وآمن أنه فعلا الشاعر ابن بيئته، يعني هذا لأنه كان كل يوم يشوف الأميرات أمامه وزوار القصر رايحين جايين، والقصر هو نفسه كان يشرف على جسر، فكان دائما علي يشرف عليهم من البلكونة يشوف الأميرات هم داخلين الزوار. شفت عشان كده يقول عيون المها بين الرصافة والجسر. نعم جميل جدا. طيب لو تحدثنا عن التأثير للأدب في مواجهة واقع الإنسان، تلاقي بعض الأحيان يعني بطبيعة الإنسان البشرية وبفطرته البشرية ربما يعاني أو لديه حالة من المشاعر الغزلية، تلاقينه أنه يستمع للأدب الغزلي للشعر للأغاني التي تحرك فيه المشاعر والوجدان، تلاقي مجموعة أخرى مثلا بعيدة عن الوطن، هنا يتجسد لديها الشوق والحنين للبلاد وشعور الغربة في هذه الأماكن. كيف الإنسان أو الشعر والأدب أنه يحاكي واقع الإنسان نفسه؟ الأدب يا سالم مجرد ما أنك تقرأ أنت تعرف طريقة تفكير الآخر زي ما قلت لك، فمجرد ما أنك تعرف طريقة تفكير الآخر كأنك تعيش في عصر غير عصرك. أنت الآن جالس هنا تقرأ لشخص أمريكي أو شخص فرنسي، أنت الآن عرفت عن هذه الحياة، أخذت مثلا منها، أنت الآن جالس وتشوف الحياة هناك كيف تمشي، انفصلت عن واقعك. أحيانا قد الهموم والضغوط اللي تواجه الإنسان يضطر من خلالها أنه يلجأ إلى الأدب. ليش؟ لأنه الأدب أصلا يفصلك عن الواقع، الأدب عبارة عن عوالم أخرى، أنت تعيش في هذا العالم تتناسى جزءا ولو جزء بسيط من مشاكلك من همومك من ضغوطك، وربما قد تجد ضالتك في هذا المجال. ربما أنت تقرأ أساسا يعني وهذا الموقف نفسه يتجسد داخل الكتاب، داخل الموقف، داخل الخاطرة، تعرف كيف تتعامل معه. نعم. طيب بناء الأدب للمهارات النقدية لدى الإنسان، طبعا هناك الكثير من المهارات اللي من الممكن أنه يكتسبها الإنسان من خلال البناء على أسس معينة، إيش البناء اللي ممكن يضيفه الأدب للمهارات النقدية لدى الإنسان؟ مجرد ما أنك تقرأ أكثر، مجرد بأنك تقدر تميز الصح من الغلط والضعيف من القوي. أنت الآن قرأت 100 كتاب وغيرك قرأ 3 كتب، تمام؟ إذا أنا الآن مستجدة في الكتابة، هل بجي بلجأ لك أو بلجأ له؟ أكيد طبعا بلجأ لك، أنت لك باع طويل في هذا المجال. نعم. أنت أعلم يعني أعلم وأدرى بماهية الكلمة، بماهية السرد، يعني تعرف إيش أبعاده، لفين مثلا أنا بوصل، بقدر بأخذ منك النصيحة، ولكن منه هو أساسا إنسان ربما مش عارف كيف يقوم مساره، مش عارف إيش يقرأ وإيش ما يقرأ. صحيح. فتنمية الملكة النقدية لدى الشخص تنشأ بمجرد قراءاته الطويلة، بمجرد انفتاحه أكثر على الثقافات، على المعارف، على أنواع الأدب وأجناسه المختلفة. نعم. إذن الحديث جميل، والحديث أيضا ذو شجون فيما يخص الأدب وتأثيره في تغيير السلوك الإنساني، وهناك أيضا الكثير من المحاور التي لدينا في هذه الحلقة لنتحدث فيها أكثر، لكن سنتوقف نور مع فاصل ثم نعود. مشاهدينا ابقوا معنا. رجعنا لكم من جديد مشاهدين الكرام في بودكاست تلفزيون حضرموت، وهذه الحلقة عن الأدب وتأثيره في تغيير السلوك الإنساني. هناك الكثير أيضا من النقاط والمواضيع والمحاور التي تحدثنا في سياق هذه الحلقة مع ضيفتنا نور الهدى باشراحيل، كاتبة وروائية. نرحب بك مرة أخرى نور، والحديث مثل ما ذكرنا أنه مطول وذو شجون. دعينا نتحدث الآن عن الأجناس الأدبية الأخرى. إيش هي الأجناس الأدبية وعلاقتها أيضا بالشعر؟ هي الأجناس الأدبية ليست أخرى، إنما هي أساسا أنواع. نحن لما نقول أجناس نحن نقول أنواع، مثلا أنواع الإنسان ذكر وأنثى، هذه الأجناس الإنسانية. الأجناس الأدبية عندنا السرد القصصي، السرد الروائي، السرد الواقع، السرد الاجتماعي، مثلا سرد المقالة، هذه الأجناس، وهي طويلة على فكرة، يعني ما نقدر نحصرها، يعني منها أنواع عديدة جدا.
نعم، كل حاجة تنكتب في النهاية هي لها جنس، ولكن أنت تحدده بإيش؟ بالأسس اللي تقوم عليها. الرواية لها أسس مختلفة في كتابتها، مثلا اختلاف الحقبة الزمنية، اختلاف الأشخاص، لازم أنك تكتب في أكثر من مكان، في أكثر من مدينة ربما، أو في أكثر من شارع. هذه أسس الرواية. أسس القصة القصيرة أنك تخلد الهدف، أهم حاجة أنك توصل الهدف حتى إن شاء الله خلال كلمتين. قد تكون قصة قصيرة، تكون قصة قصيرة جدا، وقد تكون رواية قصيرة، فهذه كلها عبارة عن أجناس. نعم. طيب نور، الحالة المزاجية، الحالة الاجتماعية للشاعر، للأديب، للكاتب، للروائي، إلى ما إلى ذلك، يعني هل تؤثر على الإبداع اللي ممكن أنه يكون للأديب في ناحية الشعر، في ناحية الكتابة، يعني أو أنه ممكن أنه يجلس في أي وقت مثلا يكتب قصيدة، يكتب رواية، يكتب أي حاجة، أم أنه الحالة المزاجية لابد تكون جيدة للشاعر، للأديب؟ احيانا قد تكون مطلوبه الحاله المزاجيه، زي ما قلت لك، متى اذا انفرضت عليه الكتابه، اذا هو في عمل يتطلب منه مثلا كتابه او تنميق محتوى او غيره، هنا لابد ان يكون حالته المزاجيه ممتازه، وان يكون في وضع مهيئ لهذا الشيء، علشان منها يعني ينطلق ويكتب باسس المطلوبه منه، الاسس اللي انوضعت عليه. ولكن إذا أنت أساساً تمر بوقت سيء عصيب وبغيت تخلده، أو بغيت مثلاً تتخلص عنه، أحياناً يقولك بالكتابة أنت تتخلص من الأشياء، أحياناً حتى نحن نتخلص من الأشخاص بالكتابة، شخص ما تقدر تنساه تكتبه. إذا كتبته كتير 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 خلاص، يعني كأنك تحاكي على طول مليت. نعم. طيب الأدب بوابة للفنون الأخرى، لو تحدثنا أيضاً عن هذه المقولة، كيف ممكن نحن نقول إنه الأدب هي بوابة للفنون الأخرى؟ الأدب أرصف كلمات، أرصف مشاعر، ترتيب مشاعر، والفنون الأخرى ما هي إلا تشكيل أيضا، أنت تشكل الكلمة وتشكل اللوحة كرسام، كناقد، من قراءاتك، زي ما قلت لك، يعني من كثرة قراءاتك، من كثرة انفتاحك المعرفي، تستطيع أن تنقد الأعمال. أساسا يستطيع الأشخاص أنهم يلجؤون لك، عارفين أنك باع في هذا المجال، فيقدرون يأخذون النصيحة منك. علاقته بباقي الفنون أنك كأديب تقدر تحلل الموقف أمامك، تقدر تعطي لكل حاجة قيمتها. يعني متى أنا بلجأ للرسم؟ إذا مثلا ضاقت نفسيتي أو هذا. الأدب اللي يقوم لك هذا المسار، الأدب عبارة عن مخاطبة النفس البشرية في الأساس، يعني مجرد تعاملاتنا، تصرفاتنا، سلوكياتنا كلها يحدها الأدب. جيب لي شخص قارئ أو أديب، وشخص من عامة المجتمع، هو ليس تقليلا، إنما في فرق، هذا الفرق يبدو واضحا جليا على تصرفات الإنسان، على طريقة كلامه، على حتى تقديمه للعون والمساعدة، طريقة الرفض، كيف تقول لا. إذا كنت شخص أديب أو شخص قارئ، تقدر أنك تتكلم، يعني تقدر تعبر عن كل حاجة هذه حولك، ولكن بطريقة منمقة. تمام. نعم. طيب خلينا نسألك سؤال شخصي، يعني خاص بنور الهدى ككاتبة وأيضا كروائية، إيش أفضل أو أقرب بيت شعر لك؟ يعني مش أفضل، إنما أقرب بيت شعر لك، وأيضا أقرب رواية. أقرب رواية رواية نبض للكاتب أدهم شرقاوي. طبعا هذه الرواية فيها كثير من المشاعر، وكثير من التناقضات، كثير من الخوف اللي فيما بعد يتحول ليصبح يعني خوف مناقض. في هذه الرواية عبارة عن خطيبين، الرجل جندي في الجيش، والبنت منتظرته يكمل الجيش، كان في حرب العراق، منتظرته يكمل الجيش علشان يعلنون حفل زفافهم، فكانت خايفة انه يصير شيء في الجيش. طبعا الجندي مجرد ما انه يروح للجيش انت ما تنتظره، صحيح، اذا جالك خلاص الله كتب له عمر، واذا ما جاء هذا خلاص، يعني هو في نهاية الحروب تضحية، او مجرد ما انه اختار هذا المسلك فهو اختار انه يضحي بنفسه لأرضه عشان يصون عرضه. صحيح. فكان هو يقول لها هذا الشيء، كان يقول لها نحن اخترنا أن نصون الأرض لحماية أعراضكم أنتم، نحن لا نفكر بأنفسنا الدرجة الأولى، إنما نفكر بكم أنتم نساءنا. ودعته وراح للجيش، لما رجع لاقى أنها هي اللي ماتت، بيتهم اللي انقصف ونمحت، يعني كامل العائلة انمحت من السجل المدني، فكان يقول هي اللي خايفة علي، انا ما كنت خايف عليها، انا كنت احاول احميها، هو اللي كان في الجبهه، يعني هو اللي كان مواجه كل حاجه. ايوه، يعني انا اللي كنت في 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 بوابه الخطر، او في على قولته في بوز المدفع، لانه اساسا المنطقه اللي هي فيها امنه، انما هذا صاروخ طائش جعل بيتهم فقط.
فتشوف انك كيف انقلبت او اختلفت المشاعر فيها. هذه اقرب رواية. ربما البعض يرى انها فيها سرد ممل او سرد طويل، لان ادهم شرقاوي وظف كل الشعور فيها، كل شعور ادهم شرقاوي حطه فيها. نعم. طيب هذا فيما يتعلق باقرب رواية، اقرب بيت شعر. اقرب بيت شعر للشاعر كريم العراقي عندما قال: كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. ربما ما يكون يعني البيت الشعري بدرجة أولى، في كثير بيات شعرية أحيانا الشخص يقعد يكررها بينه وبين نفسه، ولكن هذا تحس أنه واقعي، هذا حقيقي فعلا. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، يعني مجرد ما أنك تلف على الواقع أو أنك تقدر تكون ذكي بما فيه الكفاية علشان تجامل المجتمع وتقدر تحصل على اللي أنت تبغاه. نعم. طيب لو تحدثنا عن الملتقيات والمنتديات الثقافية في محافظة حضرموت، هناك الكثير من هذه المنتديات التي تعنى بالشأن الثقافي، هناك أيضا الكثير من الأعمال الثقافية التي بدأت تظهر، رأينا أيضا الكثير من الشباب يتصدرون المشهد الثقافي بكثير من الإبداعات. كيف تنظرين إلى هذه الملتقيات؟ كيف مثلا التقييم للعمل الثقافي بشكل عام في حضرموت، كونك يعني من المجال نفسه؟ طبعا الحركة الأخيرة هذه ما ينكر عاقل أنها حاجة جدا جميلة، وأنها حاجة تصب في فائدة المجتمع قبل الفرد. أنت لما تهتم بالثقافة كأنك تهتم بتطوير المجتمع كامل، بتنميقه من جديد، بتلميعه. الثقافة هي البوابة اللي تخلي الإنسان يقدر كيف يتعامل مع الآخر. إذا أنت قدرت تتعامل مع الآخر أو قدرت كيف يعني قدرت تفكر كيف الآخر يفكر ناحيتك أو إيش بغى منك بالضبط، فأنت تقدر توصل، يعني تقدر تحط كت بينك وبين الآخرين، تقدر تشق طريقك من غير ما يكون في لك أي تأثير خارجي أو ضغط خارجي. هذه المنتديات الآن وظفت الشباب بشكل صحيح وقومت مسارهم. يعني نرى أن مثلا دائما يكون في أهمية القراءة، فوائد القراءة، يعني الوعي هذا وتنمية الوعي لدى الشباب أنتج لنا طفرة أو حركة جديدة اللي هي حركة القراء، حركة الكتاب، حتى وإن كانت كتاباتهم بسيطة أو ابتدائية. ما في أحد يولد من بطن أمه متعلم. نعم، ولكن المحاولات بحد ذاتها هي عبارة عن خطوة جميلة جدا. وزي ما يشهد العالم الطفرة التكنولوجية اليوم واتجاه الأشخاص لها وحتى الأطفال وخوف الأمهات خوف الآباء من هذا الشيء، نحن لابد أننا نعزز فكرة أنه شوفوا الثقافة عندنا برضو فيها طفرة. اليوم نحن كقراء اتجهنا ووجهنا أشخاص معنا، نحن ككتاب دربنا أشخاص آخرين. يعني أنتوا لا تنظرون للجانب السيء فقط، وأنتوا يعني بمجرد ما أنك تكرر كل يوم التكنولوجيا التكنولوجيا التكنولوجيا، الشخص اللي قدامك يتجه تلقائيا لهذا الشيء، كل ممنوع مرغوب. لكن إذا كنت تكرر القراءة، الثقافة، الفوائد، الشخص يعني يشوف ياخذ الكلمة يا سالم، يعني حتى وإن ما اقتنع بها يقرأ يشوف كيف يدخل في هذه البوابة. مجرد دخوله لهذه البوابة هو الخير كله، هو دخل بيعرف هذا العالم، مستحيل ينفك من القراءة. مجرد ما أنه يدخل القراءة ما ينفك منها. ليش؟ تفصله عن واقعه، تعلمه تهذيب السلوك، تهذيب الكلمة، يعني هي باختصار انها تساعد على قيام المجتمعات، توجه الجيل، توجه المجتمع بأهمية الثقافة، وهو مدخل مهم لمحور ايضا هام سنأتي اليه في هذه الحلقة. لكن سنتوقف نور مع فاصل اخر ثم نعود اليكم مشاهدينا، ابقوا معنا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في بودكاست تلفزيون حضرموت، وهذه الحلقة عن الأدب وتأثيره في تغيير السلوك الإنساني. نور، تحدثنا قبل هذا الفاصل عن الحركة الثقافية في حضرموت، أيضا حركة الكثير من الملتقيات والمنتديات التي تعنى بالشأن الثقافي. لو تحدثنا أيضا عن تأثير الأدب في كيفية قيام هذه المجتمعات وتوجهاتها. لو ننظر للحركة الغربية يا سالم بنفهم كيف يقيم الأدب المجتمعات وتوجهاتها. الحركة الغربية اللي ما تعنى بالاستشراف، اليوم نحن نسمعها كاستشراف أو صناعة المجد، كانوا درسوا الحالة الأدبية والحالة الفكرية لدى باقي المجتمعات، ومنها وجو وغرسوا اللي هو الفكر الثقافي، ما يسمى أقصد الغزو الثقافي.
لما غرسوا عند شبابنا قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم لبسهم وتصرفاتهم، هذا بحد ذاته التحول اللي احنا اليوم نشوفه في كل حاجة، ربما حتى تصرفاتي أو حركات يدي اللي نتعامل معك بها اليوم ربما قد ما تكون يعني تمثل العرب بصورة أولى. الأدب عمره ما كان هامش في صناعة المجد، عمره ما كان هامش في صناعة المجد. الأدب في الأساس هو يعني أساس صناعة المجد وصناعة المجتمعات وقيامها. إذا المجتمع كان واعي بما فيه الكفاية مستحيل يقدر ينزل أسراره أو يقدر ينزل خططه لما بعد. أنا خططي بعد 50 سنة مثلا أنها تكون المكلف بحال أفضل، أنها تكون العمارات تطل على الخور بدل البيوت الصغيرة وغيرها، يكون في اهتمام بالحركة الثقافية وازدهارها بالمنتجعات السياحية وغيرها. هذه الأشياء إذا اشتغلنا عليها برتم بطيء ومن غير ما في أي أحد يعرف عنها، إذا نحن أساساً قدرنا كيف نتعامل مع الآخرين أو قدرنا نستمد منهم ومن ثقافاتهم اللي بيفيدنا، نحن كذا قدرنا أننا نبني المجتمع صح. سنغافورة أقرب مثال عندك، سنغافورة اهتمت بالتعليم، أو الأدب عبارة عن جزء لا يتجزأ من التعليم. لما اهتمت بالتعليم فعلاً خلال 10 سنوات انتقلت نقلة نوعية جداً، بدل ما كان فيها 90% من أشخاصها تحت خط الفقر انتقلت الآن ربما تشوف يعني 5% فقط اللي تحت خط الفقر. هذه النقلة بحد ذاتها يعني عبارة عن وصمة شرف في تاريخ سنغافورة، بغض النظر التجاهل للإسلام ما تجاهل الإسلام كم عدد المسلمين اللي فيها، لكن المجتمع كيف قام؟ قام بالأدب، قام بالعلم. لما اهتموا بالعلم، لما اهتموا بالثقافة، لما أزهروا الحركة هذه ونموا الوعي عند الشباب، عرف كيف الشباب يتعامل، كيف يتكلم، إيش يقرأ ولفين يتوجه، قام المجتمع. المجتمع عمره ما كان هامش في صناعة المجد. زي ما قلت لك الغرب لما نجوا عندنا مسكونا في إيش؟ مسكونا في الناحية الفكرية، ما في فكر كان في المجتمعات أساسا. يعني تلاقي 70 أو 80% من الجيل السابق ما يتعلمون أصلا، يعني يروحون في الوديان يشتغلون في الزراعة في تربية المواشي. هذا مش تقليل بحقهم، إنما أساسا ما كان اهتمام الدولة بهذا الشأن كبير جدا. لما جت حركة الاستشراف أو دراسة الحالة في الشرق الأوسط قدروا جدا أنهم يدخلونا الغرب، يعني يدخلونا من هذه الثغرات، إيش اللي أنتوا ناقصكم، 1 2 3 دخلوا فيها أهدافهم. يعني ما دخلوا لنا زي ما تقول ما أعطونا الفائدة خلاصة الفائدة، لا أعطونا الفائدة مغلفة، إيش اللي نحب نستفيده ولكن لازم تسوي 1 2 3 4 5. عبرت على البوابات دي كلها، أنت أساسا كإنسان تغيرت، تغيرت تماما، تجردت من مبادئك، تجردت من طريقة تفكيرك، تجردت من كثير من الأشياء. يعني درست إن اليوم نشوف شباب ما يصلون، تجلس تتكلم معه يقول لك لا عادي، وبيناقشك في هذا الموضوع، يعني بيدخل معك في هذا الموضوع بقوة. ليش؟ يعني دخلوا لهم أساسا من هذا المجال، مسكوهم من ناحية الضعف الفكري اللي عندهم. إذا أنت كشخص عندك الفكر بما يستلزم أنك تقدر ترد على الآخر، ما في أحد بيقدر يأثر عليك، مش من جاء عباك على قولتهم. طيب يعني هل مثلا وسائل السوشيال ميديا هل هي ساعدت مثلا في هذا المجال أو أثرت؟ نلاقي يعني الكثير من الأخبار، الكثير أيضا من التضاربات في مواقع التواصل الاجتماعي، ربما بعض الأشخاص يبنون توجه خاص بهم من خلال متابعة أشخاص مثلا في مواقع التواصل وهذا يؤثر عليهم. هل مثلا نحن نقول ان وسائل التواصل الاجتماعي مثلا لعبت دور في هذا الجانب؟ يقال في دراسة الان جديدة انه مجرد ما انك تتابع صفحات من نوع واحد لمدة 6 أو 7 شهور، بعد 6 أو 7 شهور هذه انت تصير شخص يعني فرد لا يتجزأ من هذه المنظومة اللي انت تابعتها. اذا تابعت تنمية الذات بعد 6 شهور تلاقي نفسك شخص مختلف تماما. ليش؟ دايما تعزيزات، دايما تحفيزات، اصنع هكذا، اذهب لهكذا، نمي نفسك، طور نفسك. يقول لك اللي ينام اكثر من 3 يوم واللي هو 8 ساعات في اليوم ما يقدر انه يصنع مجد، ما يقدر انه يكون لنفسه قاعدة في هذا المجتمع، في هذه الحياة. مجرد ما انك تسمع هذا الكلام دائما يوميا يعني بشكل مكرر من اكثر من صفحة وباكثر من اسلوب، انت تلقائيا يعني يكون في عندك رغبة للتغيير. ولكن اذا جلست على محتوى فكاهي، يعني انا ما اقلل من قيمة المحتوى الفكاهي، نحن نحتاج الفكاهة في حياتنا، ولكن مش بدرجة 100%، مش لدرجة انه كل الصفحات اللي بتابعها بتكون فكاهية. اذا انا اساسا ابتعدت تماما عن العلم او تنمية الذات، تنمية الذات في النهاية يعني تنشأ من داخل الشخص الصحيح. الواحد يقول لك انا مش بحاجة تنمية الذات،
ولكنك انت بحاجة انك تسمع الشخص اللي بيقوم لك مسارك، تسمع الشخص اللي بيحدد لك هذا المسار او بيذكرك فيه على الاقل. يعني انت قد تكون فعلا عندك الرغبة انك تغير نفسك وتحسن نفسك وتطور نفسك، لكن اذا مشيت في هذا الجانب الفكاهي ما في احد اصلا بيقول لك والله انت ما ذاكرت اليوم، انت ما عملت شيء، مرت سنين من عمرك وانت ما سويت شيء، فنهاية بيضحكك وخلاص راح. ليش؟ لانه اساسا هذا هدفه انه يضحكك، لكن ربما قد يكون هو يشتغل في حياته من جانب اخر ما يظهر لك اياه. يعني خلينا احنا نقول انه مثلا الاهتمام بالوسائل هذه هي مهم في خلق جيل واعي من خلال متابعة المواقع، متابعة الصفحات المختلفة اللي تعزز من ثقافته وتنوعه. طيب خلينا نطلع مع فاصل ثم نعود اليكم مشاهدينا، ابقوا معنا. إذن رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في بودكاست تلفزيون حضرموت، والحديث عن الأدب وتغيير السلوك الإنساني بشكل عام. نور، نعود إليك من جديد، ودعينا نتحدث الآن فيما يتعلق بالمحتوى العام وأهميته بالأدب. زي ما قلت لك قبل شوي، أنه مجرد ما أن الشخص يتابع منصات معينة يصبح جزء منها بعد فترة من الزمن. إذا أنت يعني زي ما نشوف انه اليوم اتجاه الاشخاص حتى وان كان متجها للادب والثقافه والفكر وغيرها، ولكن اتجاه الاشخاص على السوشيال ميديا واقبالهم عليه اكثر بكثير صراحه. يعني الطفره التكنولوجيه قد تكاد تطغى على الطفره الادبيه والفكريه والثقافيه. اذا انا خلقت محتوى ثقافي في السوشيال ميديا، انا كذا بكون وصلت رسالتي بشكل غير مباشر. مجرد ما انه الواحد يسمع لك او انه الواحد يقرا لك وايش هو اساسا فكرك وايش هدفك وايش اللي انت تحاول توصله، ممكن انه يستفيد منها. يعني بدل ما ان نخلي مثلا شبابنا يتجهون للاشياء اللي غيرنا يفرضها علينا، يعني الافكار زي ما نقول الدخيله علينا سواء حتى من المجتمعات العربية، ولكن تختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن دولة إلى دولة ومن تفكير الأشخاص حتى وطرق تربيتهم. فبدلا من أن نجعل شبابنا يتجهون إلى مشاهدة المحتوى الخارجي، ليش ما نحن نصنع محتوى نوظفهم فيه ونوصل رسالتنا عبره؟ طالما أن الشباب أساسا هذا اللي يمسكهم، فليش نحن أساسا ما نمسكهم من هذا المنطلق؟ ليش ما نحن ندخلهم من هذه الثغرة قبل ما يدخلهم غيرنا؟ نعم. طيب لو أخذنا جزئية تأثير الأدب، هل بالإمكان أن نقول أنه تأثير الأدب في، أو هل ممكن أن يكون الأدب سلبيا وكيف؟ يكون الأدب سلبيا نعم، إذا أنت عارف أنه هذا الشيء خطأ وكتبته، إذا أنت عارف أن المعتقد هذا اللي عندك ينافي المجتمع وقيمه، ويعني أيقنت أنك لابد أنك توصله، يعني صممت على أنه هذا الرسالة توصل. كثير نحن نشوفهم اليوم عارفين أن الأشياء والتوجهات اللي هم يسلكونها خاطئة، حتى لما تناقشه في الواقع يقول لك أوكي أنا عارف أنه خطأ لكن لازلت أبحث فيه. طب ليش تنشره؟ قد الطفل عمره 14 سنة 13 سنة لازال في بداية أنه يمسك جوال قرأ هذا الكلام يعني عمل فيه. الشخص لما يوصل لدرجة وعي معينة يقدر يقول لا ويقدر يقول ويقدر يميز الصح من الخطأ، لكن إذا عندك طفل عمره 15 سنة لازال في بداية المراهقة، أنت الأشياء اللي تمنعها منه هذه اللي يسلكها. تخيل أنه يلاقي شخص آخر يعززها له، قد يكون الأدب سلبيا. يعني قد يكونوا الأشخاص هم أساسا في أنفسهم سلبيين، مش عارفة هل هم سايكوباثيين مثلا أنهم يحاولون يوصلون الأشياء الخاطئة اللي هم مؤمنين بأنها خاطئة. عندك مثلا كاتب اسمه نيكوس كازانتزاكي، هذا الكاتب يوناني، يوصل في كتبه يعني يحاول أن يوصل في الكتاب ماهية الله، يعني يوصف فيها ذات الله، إيش في يده اليمين وإيش في يده اليسار، فين يجلس بالضبط. يعني في أشياء نحن كأشخاص كبار لما نقرأها نخاف على أنفسنا أننا نتأثر فيها. صحيح. مش كل شيء ينكتب، مش كل شيء يقال. يعني أنت قد تكون بهذه الكلمة ضريت على عقلية شخص وغيرت تفكيره تماما، عمره 16 سنة في بداية تحديد المسار اللي هو يمشي فيه، قرأ كتابك هذا الأول أوكي عجبه الكتاب، قرأت الكتاب الثاني الثالث والرابع مشافي هذا خاض فيه. الأهل أحيانا ما يتابعون أبنائهم في إيش ما يقرؤون، إيش يقرؤون وإيش ما يقرؤون، وقد أساسا ما يقرأ أمام أهله. صحيح. يعني هو عارف إنه هذه مثلا الأشياء خاطئة لكنها تروقه. طيب أنت تمشي على هوا. عفوا أنت إيش ممكن إيش ممكن تنصح المشاهد، تنصح الأهل
يعني يوجهون أطفالهم مثلا وأبنائهم أنهم يقرون إيش بالضبط، خصوصا في بداية حياتهم العمرية؟ الأبناء لا يستمعون إلينا، إنما يقلدوننا، هذا الشيء معروف جدا. أنت بغيت ابنك يتقوم مساره، هات له الكتب اللي أنت بغيته يقرأها، لا تخليه يضطر أنه يأخذها من برا. بغيته يعني مثلا يقرأ في جانب ديني اللي هو الجانب الصحابة، تصرفات الرسول كيف كانت زمان، الأشياء الدينية والمعتقدات اللي أنت بغيت بتغرسها أصلا فيه، يجيب له هذه الكتب خلها قدامه في البيت. مجرد ما انك تقول له قراءة بيضطر انه ايش يقرأ، ويقرأ هذا اللي قدامه. صحيح. اما انت تقول له قراءة وماشي عندك اساسا محتواك فارغ، اكيد بيروح بيبحث برا، تلقى بعدين ايش اللي بيجيبه من برا وايش اللي فيه وايش اللي بيقرأه. هذه اول نصيحة، انه الاهالي هم نفسهم يجيبون لابنائهم او يساعدونهم في انتقاء المحتوى اللي هم يحاولون انهم يوصلونهم له. ثانيا الابناء في مرحلة لابد وانهم يمرون بالمراقبة، يعني واحد عمره 14 سنة انت اعطيته جوال، اوكي انت بغيته مثلا انه يكون في بينك وبينه ثقه، لكن هو في هذا العمر هو اساسا يتلقى المعلومه من اي حد بيصدقها، فلا بد انه يمر بهذه المرحله، مرحله المراقبه من عمر 14 او 16 او الى مثلا 17 سنه، بعدين ينطلق. يعني حتى الرسول كان يقول خاوهم 10 7 خاوهم 7 وصادقوهم 7 بعدين اطلقوهم، يعني بعد 21 سنه اطلقوا، لكن من قبل ولازال يكون في يعني لابد انه يكون في كنفك، لابد انك انت تكون فوقه. يعني حتى لو انت مثلا ما عندك ثقافه، او مثلا الاباء من الاباء القدماء اللي خلاص يعني زي ما نقول جار عليهم الزمن، وانهم خلاص ياملون في الجيل اللي بعدهم، يعني ياملون في اولادهم، تامل في اولادك انت صحح له المسار، لا تخليه ينطلق في الحياه بشكل مفتوح. بينطلق في الحياه بشكل مفتوح بعد العشرين سنه، هو الان قادر انه يخلق مساره اساسا، وقادر انه يمشي في الحياه هذه من يعني من دون تردد، وعارف الصح والخطا. نعم. اذا شكرا لك يا نور الهدى بشراحيل، كاتبه وروائيه، كنت معنا في هذا البودكاست عبر تلفزيون حضرموت، وتحدثنا عن الادب وعن ايضا تاثير الادب في تغيير السلوك الانساني. شكرا لك مره اخرى. شكرا لك. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة في هذه الحلقة من بودكاست تلفزيون حضرموت، حتى الملتقى في أمان الله.